السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير والف خير. مرحبا بكم في القناه ديالي المتنوعه. اليوم هذا الفيديو مخصص لبعض المتتبعات اللي بغاو يعرفوا المرحله الاولى ديال الطرين او الغزل غزيل الخيط لهذا الحرير. البنات قالوا لي منين كتاخذيه، كناخذو من عند مول الحرير، وكاينه لقيه للدايره 3 دراهم، وكاينه القصبه اللي هي هذه دايره 1.5 دراهم. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وديروا جيم وكومونتير، اسئله ديالكم كتهمنا. كتحتاجوا لجوج فنيتات وبرا ومخده والحرير، ونخليكم مع ماما اللي غتوريكم. سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. فرحان البنات ملي قلتوا لي بغينا الغزيل نعرفوا لي كيفاش نبداو، وهنا البنات غنبدا معاكم ان شاء الله بالدرس الاول ديال الغزيل كيفاش غادي تبداو تخدموا. هذا قبل الدرس بطبيعه الحال، هذه هي البدايه في الاول كطرني الخيط. مهم، هذا هو الحرير البنات. تشدوا القصبه بحال هكا الخيط، وكن كتركبيها في هذوك الجوج فنيتات اللي كتلصقيهم في المخده. بحال هكا. تنبداو نغزلو. هانتوما البنات راه غادي يعقلوا مزيان وغادي يعرفوا. البنات بحال ما هكا، وكتشدي الخيط وكتحاولي انك تثبتيه على صبعك. كتثبتيه على صبعك مزيان ضروري، وكتبداي طرني اتجاه معاكس، يعني من الاعلى للاسفل ولا من الاسفل للاعلى اللي بغيتي. مهم في الجميع راه كيكون العكس باش يتثبت لينا الجميع. كيكون العكس، كيكون العكس ديالو. تنطلعوا دابا الخيط بحال هكا الفوق. في الاول كديري من الاعلى للاسفل، وفي التالي كديري من الاسفل للاعلى، وتجبدي الخيط بحال هكا باش يبقى شاد لك الغزيل. كتجبدي الخيط بطبيعه الحال البنات باش ما يبقاش يتلوى لكم في الخدمه، لكن انت كتخدمي ما يبقاش يدير لك العرقاله. مهم البنات كما كتشوفوا هذا الخيط الثاني، غنوريكم 4 سنتيونات. مهم كتشدي الخيط عاوتاني وكتبداي الاول غنبداو نغزلو فيه بحال هكا. تنشدو الخيط تيتفرق بحال هكا شتي، تنثبتو على جوج وتنبداو نغزلو الاول والثاني والثالث. تنحتفظو بيه حتى هو بحال هكا، تنشدو الاخر ثاني شتي. دابا هذا راه واضح للبنات غادي يعرفوه مزيان. كما درنا الاول كطرنا البنات كطرنوا البنات الخيط من الاعلى للاسفل كما لاحظتوا، وعادش كتجمعيهم حيت هذه ملاحظه مهمه، يعني ضروري يكون العكس في الجميع، يعني ما يمكنش هذاك الاتجاه نفسه كتعاوديه في الجميع. مهم البنات انا درت لكم قربت لكم الخيط باش يبان لكم اكثر واوضح. قربت لكم الكاميرا ونقصت الخيط. نتوما كديروا الطول اللي بغيتو اللي احتاجيتو، يعني على حساب لحسابكم نتوما. احنا درنا غير شونتيون باش يبان لكم وصافي. كما شفتو كتاخذ ماما تاني الخيط وتبدا نغزل الغزيل، وكتبدا تغزل من بيدي من الاعلى للاسفل من الاعلى للاسفل، وكتجمعوا عكسي طبيعه الحال. راه ساهل البنات، ساهل ماشي شي حاجه اللي واعره. وانت يا ايمان دابا عرفتي ليه؟ عرفتي دابا انت الغزيل؟ ايوا انت مادام تعلمتي انت ان شاء الله غيتعلموا حتى البنات طبيعه الحال. المهم راه ساهل اصلا. الصنعه اللي كيكون داير راسو فيها وكيكون كيعشقها كيبغيها راه كيتعلم لها بطبيعه الحال بالزربه، بحالها بحال الطبخ، بحال بزاف ديال الحوايج ديكورات. دابا كما شفتي بحال هكا الغزيل غنبداو دابا الغزيل ديال 3. دابا غنقصو منو خيط. كما شفتوا البنات عاوتاني كنثبتوا الخيط هنايا في هاد جوج فنيتات. بغيت نعاود لكم نوضح لكم اكثر باش تفهموا. نعاود لكم بحال الخيط الرابع هذا ولا الثالث. مهم كنقصوا منه شعره.
المهم على حساب نتوما اللي بغيتو. كاين كاين البنات اللي سولوني شحال من شعره كيديروا في الخيط. فيها أربعة، فيها أربعة ولا فيها خمسة ولا فيها بزاف، ولكن حنا تنخليو بحال كلا كان الثوب رقيق تنخليو ثلاثة الشعرات ولا جوج باش يجينا الثوب مع الثوب بحال كو ديال الجوهرة ولا ثوب الحرير ولا كاين تيبغي الراندام متقونة ورقيقة. أما إلا كنتي تتعلمي ولا لباسة عادية تتخلي الحرير على أربعة هكا غليظ تتخدمي على القصبة ديالته، تتعلمي فيه تتخلي على القصبة ديالته. أما إلا كان الخدمة ديال الكليان راه كت تتخدمي الرقيق، الرقيق تتخدمي بالرقيق كتنقصي كتخدمي على ثلاثة الشعرات، على ثلاثة الشعرات، على جوج شعرات، على الحرير وكيفاش داير في في الغلط ديالو. ولكن الأغلبية شنو كديروا نتوما، ثلاثة الشعرات ولا جوج؟ دابا على حسب الحرير، هذا الحرير فيه أربعة. أنا حيدت منه شعرة واحدة وغنحتفظ بهذيك الشعرة، ما غاديش نضيعها، غادي نخليها ملي غنبقى نغزل غادي ديما نبقى البنات. سمحي لي البنات ضروري كتجبدوا الخيط ضروري باش ما يبقاش يعرق لكم ملي كتكونوا كتخدموا ما يبقاش يتلوى. هانتي الخيط فيه ربعه شي وريته لك هانتي باش يشوفوه البنات. كتحيدي منه وحده وكتحتفظي بها باش كتكملي بنو اخرين. اييه باش داكشي اللي كتحتفظي به تنحتفظ ما تنضيعوش، تنحط تنحيد منه الخيوط، هذيك الخيوط اللي تنسل يا واحد يا جوج تنحطو حتى تنزيد عليه عاوتاني تنخدم. البنات كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا وكل شيء مفهوم وكل شيء مفصل البنات. بطبيعه الحال ما تنسوش تشاركوا معنا في القناه.